وهذه عودة لمؤتمر باريس الدولي لمحاربة تمويل الإرهاب، ومن باريس ينضم إلينا علاء الشيخ موفد قناة الغد إلى هناك. إذن علاء، ما هي فعاليات مؤتمر باريس الدولي لمحاربة تمويل الإرهاب المنعقد هناك؟ نعم، يجري في هذا اليوم اليوم الثاني من مؤتمر مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية تحت شعار لا أموال للإرهاب. بالأمس كان المؤتمر على مستوى الخبراء في اليوم الأول لتقديم الرؤى والأفكار. اليوم سيكون هناك اجتماع مؤتمر على مستوى الوزاري، حيث كما عرف بأن أكثر من 80 وزير من 72 دولة وأكثر من 500 خبير يشاركون في هذا المؤتمر. اليوم ستعقد أربع ورش عمل برئاسات فرنسية، أربع وزارات فرنسية هي العدل والداخلية وكذلك المالية والتنمية الاقتصادية ووزارة العدل. ستكون جلسات تخصصية، ستطلع وزارة الداخلية الفرنسية بالبحث عن مصادر تمويل الإرهاب وكيفية معالجتها بالتشاور مع بقية الوزارات المشاركة في هذا المؤتمر. ستبحث وزارة الخارجية الفرنسية في رئاسة جلستها عن الجريمة المنظمة وعلاقة هذه الجرائم بتمويل الجماعات الإرهابية. وزارة العدل ستبحث التشريعات القانونية التي يمكن أن تطبق للحد من تمويل الجماعات الإرهابية، سواء الجماعات الكبيرة أو الجماعات الصغيرة. أما وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي فستبحث في مجمل ما طرح ليجد آلية وطريقا إلى التطبيق. هذه أهم الجلسات، وستنتهي الجلسات الوزارية ببيان ختامي يقرأه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، وسيمثل خلاصة ما تم تداوله بالأمس واليوم، وأيضا سيرفع ربما إلى الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية عليه، وأيضا البحث في آلية للالتزام بما ورد في هذه المناقشات لتجد طريقها إلى التطبيق وألا تبقى حبرا على ورق بفعل الخلافات السياسية بين الدول. إذا شكرا جزيلا لك علاء الشيخ موفد قناة الغد إلى باريس لنقل فعاليات مؤتمر باريس الدولي وأيضا لمعرفة معلومات عنه. أشكرك.